قالت صحيفة عنب بلدي إن عناصر من الشرطة العسكرية والأمن العسكري التابعين للنظام استغلوا تجمع عشرات الشبان في الخيام الانتخابية بمدينة حلب لسوقهم إلى الخدمتين الاحتياطية والإلزامية. صحيح. وتقول المصادر أن دوريات انتشرت قرب ساحة الجامعة وساحة سعد الله الجابري وأوقفت نحو 40 شابا لسوقهم إلى الجيش، فيما انتشرت دوريات أخرى في معظم أحياء مدينة حلب. نتابع هذه القصة ونعود للنقاش. هو ليس عرصا ديمقراطيا يقوده النظام وحاشيته للترويج لانتخابات رأس النظام فقط، بل مناسبة جيدة لسوق ما تبقى من الشبان في سوريا للتجنيد الإجباري في صفوفه. عناصر من الشرطة العسكرية والأمن العسكري قاموا باعتقال ما يزيد على 40 شابا ضمن الحفلات الانتخابية التي تشهدها مدينة حلب بهدف الترويج للانتخابات المزمع عقدها في 26 من الشهر الجاري. عمليات الاعتقال تركزت في ساحة الجامعة وساحة سعد الله الجابري وفق ما نقلته صحيفة عنب بلدي المحلية. تفيد المصادر الميدانية أن الأمن العسكري والشرطة العسكرية التابعة للنظام ارتدوا ألبسة مدنية خلال حملة الدهم والتفتيش على مقر الحفلات الانتخابية الراقصة، إذ لم يتمكن إلا عدد قليل من الشباب من الهرب، بينما وقع البقية في قبضة حكومة النظام لاقتيادهم إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية بذريعة تخلفهم لسنوات طويلة، ما اعتبره بعض الناس مصيدة مكشوفة من قبل النظام لأهالي حلب للإيقاع بهم، فمن جهة كسب الدعاية العلنية المؤيدة له، ومن جهة أخرى سيستفيد من خدمة أولئك الشباب في قواته المسلحة التي تعاني عزوفا كبيرا من الشباب عن الالتحاق بها. العديد من الاحتفالات تقيمها الأحزاب المرخصة والميليشيات التابعة للنظام في المناطق الخاضعة لسيطرته بهدف الترويج للانتخابات، وشهدت مشاركة من قبل الشبان الذين لا يشاركون فيها طواعية ليقعوا فريسة سهلة في يد العناصر الأمنية، خاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 19 عاما و42 عاما. ينضم إلينا الكاتب الصحفي درويش خليفة من غازي عنتاب. أهلا بك أستاذ درويش. إذن اقتياد شبان من الخيام الانتخابية رغم أنهم يطبلون ويزمرون للنظام، لماذا برأيك؟ مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة. دائما ما عودنا نظام الأسد بأنه يستخدم جميع السوريون كأدوات، يعني يستخدمهم حين الطلب، وكما شاهدتم في مدينة حلب وفي باقي المحافظات هو يستخدم كافة هذه الأدوات للاستفادة منها ولسوقها إلى الجيش، وضوحا النظام في حالة ارتباك واضح جدا جدا. هناك قوافل الهاربين من خلال ميناء طرطوس باتجاه قبرص، هناك يعني زيارة حكومية قوامها 13 وزيرا ورئيس الوزراء إلى مدينة السويداء لإغرائهم بتقديم 5 مليارات ليرة سورية لتقديم مشاريع تنمية ومشاريع خدمية. فالنظام في حالة ارتباك واضح، نسب التصويت في دول الجوار قليلة جدا، نسبة السوريون الأكبر خارج الحدود هي في تركيا، وتركيا أغلقت القنصلية. في الأردن النسبة متدنية جدا، في لبنان من أصل 1.5 مليون سوري مسجل منهم حسب وثائق الأمم المتحدة 900 ألف، نسبة المشاركة فقط 2.2%. المشاركة في أوروبا وفي دول الخليج متدنية جدا جدا، فقط 1000 شخص أو 10,000 شخص حسب المعلومات الواردة من الكويت قاموا بالانتخاب من أصل 160 ألف سوري موجود في الكويت. فيعني النظام، وبالتالي على ماذا يدل هذا وكيف ما هي انعكاساته على ما حدث في تلك الخيام برأيك؟ في تلك الخيام يحاول السوريون القابعون في مناطق سيطرة النظام أن يعني أن يظهروا ولائهم للنظام ليتفادوا الشبيحة، ليتفادوا العناصر الحزبية والأمنية، ولكن بكل أسف هذا النظام لا ينظر للشبان السوريون، لا ينظر إلى المجتمع السوري سوى على أنه أدوات يستخدمهم وقت الحاجة، وهذا يعني ما يجب أن يعلمه السوريون في مناطق سيطرته، ويجب أن يعني يعلموا بأن هذا النظام لا ينظر للمواطن السوري على أنه مواطن، بل على أنه جزء من الرعاة السوري، وبالتالي النظام يستخدم
هؤلاء الشبان والشابات أيضا وإجبارهم على النزول إلى الساحات للهتاف بحياة بشار الأسد. طيب سيد درويش، يعني ألم يكن هناك طريقة أخرى يستطيع فيها النظام اصطياد هؤلاء الشبان؟ يعني كان هناك استهزاء كبير وتهكم بأن يعني هناك، هل هي مكافأة لمن كانوا يصوتون له في تلك الخيام الانتخابية؟ وضوحا كما يعني أسلفت بأن هناك حالة ارتباك عند النظام، حتى في إحدى الجامعات والكليات في محافظة دمشق تم إجبار الطلاب على النزول والسير في المسيرات المؤيدة لبشار الأسد. نعم النظام في حالة ارتباك، هذا ما تعودنا عليه دائما. صحيح، هناك يعني أيضا حكومتي ظل داخل مناطق النظام، حكومة تتبع لإيران والأخرى تتبع إلى روسيا، وبالتالي النظام يعني في حالة شقاق. الروس يطالبون بعض الجهات بتأييد بشار الأسد والنزول إلى المسيرات، إيران تعتبر بالنسبة لها بأن بشار الأسد هو الرئيس الوحيد الذي يعني الباقي على رأس الحكم في سوريا ولن يعني تتخلى عنه حتى وإن كلف هذا المزيد. طيب أيضا هناك نقطة سيد، والمزيد من عسكرة الشعوب العربية الموالية لحكومة طهران وللميليشيات التابعة لها. سيد درويش، يعني هناك نقطة، هل جرى ذلك فقط في حلب؟ يعني كان هناك هذه الظاهرة، الظاهرة الانتخابية والخيام في جميع المحافظات، هل اقتيدوا من أكثر من محافظة بنفس الطريقة؟ ليس في حلب فقط، إنما في دمشق أيضا، إنما في حمص وفي الساحل السوري. قبل فترة قليلة كان هناك في الساحل السوري مباراة لخطبي اللاذقية حطين وتشرين، حاول بعض الشبان أن يعني يهتفوا من أجل تحسين الوضع المعيشي والوضع الأمني في المدينة، ولكن النظام سرعان ما يعني شعر بخلخلة وقام بتفرقة هؤلاء المجتمعين، لذلك هم حريصون جدا على أن لا يحدث أي حراك داخل مناطق سيطرة النظام إلا من خلال يعني سيطرتهم هم ومن خلال تأثيرهم هم لهذا الحراك. أستاذ درويش، يعني تم اقتياد البعض إلى الخدمة الإلزامية والبعض الآخر إلى الخدمة الاحتياطية، لماذا الخدمة الاحتياطية رغم أن جميع الجبهات التي كانت مفتوحة مع النظام يعني لم تعد مفتوحة، وبالتالي ما حاجته للاحتياط؟ حاجته للاحتياط قد يكون يعني يفكر النظام بعد هذه ما يسمى بين قوسين الاستحقاق الانتخابي أن يهاجم بعض المناطق، وبالذات بأنه خسر في شرق الفرات حيي طي وحليكو، وبالتالي قد يفكر في إعادتهم إلى سيطرة الميليشيات والدفاع الوطني. النظام لا يعني يتوقف، لأن النظام هذا النظام مجبول على أنه فقط وجوده محكوم بالحراك الأمني والحراك العسكري، عندما يخفض صوت البنادق هذا النظام لا يعود له الصوت، وبالتالي أنا يعني أحرص على أن على المعارضة السورية وعلى الثوار السوريون أن يستفيدوا من إخفاق صوت البنادق، وبالتالي أن يقوموا بحراك وبحملات شعبية كبيرة ضد النظام، أن يظهروا بأن في سوريا يوجد 16 فرع أمن مقابل 5 جامعات فقط، ويعني علينا أن نظهر كل هذه المساوئ التي قام بها نظام بشار الأسد، وبالذات للأخوة العرب الذين يفكرون في التطبيع مع نظام بشار الأسد. نعم كما تفضلتم، النظام يقود الشبان إلى الخدمة الإلزامية ويقود أيضا إلى الاحتياط، لأنه يخسر المزيد من الجنود في البادية السورية عندما يحاول يعني أن يقطع الطريق على ميليشيات تنظيم الدولة داعش، وبالتالي يبقى خسائر كبيرة هناك. طيب بالنتيجة سيد درويش، يعني بعد هذه الحركات ربما من النظام، هل سيكون هناك تحركات ضد هذه الظاهرة التي حدثت مؤخرا، خاصة اقتيادهم بهذه الطريقة، يعني من دخلوا أيضا بملابس مدنية؟ نعم يعني وليس بصفة حتى عسكرية. أتفق معك، نعم يفترض على السوريون القابعون في مناطق سيطرة النظام أن لا يستكينوا على هذه التصرفات، أن يصطفوا يعني خلف بعضهم البعض ويقولوا لهذا النظام بأننا تحملناك 10 سنوات من الزمن على أنك تحارب الإرهاب، ولكن بكل أسف يعني يظهر بأن الإرهاب محصور فقط في نظام بشار الأسد والميليشيات الموالية له.
على السوريون هناك، نعم أن يتحركوا، أن يكونوا في صف السوريون المناهضون لنظام بشار الأسد. وهذا ما رأيناه عند جمهور المعارضة والثورة السورية من خلال الحملات الشعبية التي يقودونها، وآخرها حملة لا شرعية لانتخابات بشار الأسد، والتي لقيت بشعبية كبيرة وكبيرة جدا. برأيك أستاذ درويش أخيرا، يعني بعد هذه الحادثة غدا الانتخابات، هل تعتقد أنه سيكون هناك مشاركة واسعة خاصة ممن هم مطلوبون للخدمة العسكرية؟ سيكون هناك تخوف ربما طبعا أي تحركات. سأسرب لكم معلومة وصلتني اليوم من مناطق الغوطة الشرقية، بأن عناصر الأمن والشبيحة في المنطقة يسربون تسجيل صوتي للأهالي، لأن عليكم أن يعني عدم التواصل مع أي سوري خارج الحدود، لأن هذا ما سيعرضكم للاعتقال وسيعرضكم أيضا للمساءلة، وبالتالي قد يجبرون السوريون القابعون في مناطق سيطرة النظام على النزول إلى صناديق الانتخابات، لأنهم يدركون يعني لأن الانتخابات محتومة سلفا. لا يوجد في سوريا شيء اسمه انتخابات، هناك مرشح واحد ومرشحون، يعني عبارة عن كراكوزات. تصور يعني صحيح هذا معروف، ولكن بس إذا ممكن تعدلنا المعلومة اللي ذكرتها قبل قليل. نعم. في مناطق الغوطة الشرقية التي كانت محررة وتسيطر عليها فصائل الثورة السورية، يسرب الشبيحة وعناصر الأمن في المنطقة لأهالي المنطقة بأن عليكم عدم التواصل مع السوريون في الخارج. لماذا؟ لأنهم يدركون بأن الحملات الشعبية في الخارج أتت أكلها من خلال نسبة عدم المشاركة من السوريون خارج حدود سوريا. شكرا. في فرنسا لم يكن الأعداد كبيرة، كانت قليلة جدا. في لبنان كما أشرت كان نسبة المشاركين فقط 2.2%، في الكويت كانت النسبة أيضا ضئيلة جدا وجدا، وفي الأردن وفي كل العواصم العربية والعالمية لم يشارك أحد، وبالتالي هذه الانتخابات لا تمتلك لا شرعية ولا حتى مشروعية. المشروعية التي تأتي من خلال الخدمات التي لا يستطيع نظام بشار الأسد على توفيرها للسوريون في مناطق سيطرته. أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، شكرا لك. وفي المنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى هو يسيطر فقط على ما يقارب 57% من معظم الجغرافيا السورية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذا الملف درويش خليفة الكاتب والصحفي، كنت معنا من غازي عنتاب. شكرا لك.